هيلتون يلعب الكرة بشكل ممتاز. هيلتون إلى نيلتون، الله 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 الله، ولكن ولكن لا 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 لا، التسلل حاضر، التسلل حاضر، وما هو القرار؟ هل دخلت الكرة قبل أن يأتي إليها متعب بن فرج؟ القرار ربما يكون موجود البرازيلي الذي يشرح لحارس لحكم اللقاء لحكم الرأي، يقول أن الكرة دخلت قبل أن يأتي التسلل، دخلت من التصويبة الأولى لنيلتو، نيلتو الذي صوبها. القرار ماذا يكون؟ هل دخلت الكرة من تصويبة نيلتو؟ ممتازة نيلتو، صوب تصويبة خطيرة، وأيضا أعتقد لا وجود للتسلل، الكرة داخلة بكاملها بكاملها في مرمى النهضة، ولكن حكم المباراة ما هو قراره؟ ما هو قراره؟ والهدف موجود، نعم الهدف الأول للفريق التعاوني بتصويبة الوافد الجديد بتصويبة نيلتو بترولينا، وهدف أول، أول ظهور نيلتو، ظهور ممتاز يا نيلتو، وتصويبة رائعة، الفكرة كانت ذكية جدا، ذكية جدا، يعني متدربين عليها، متدربين عليها في التمرين، وهدف رائع جدا، هدف رائع جدا. أعطينا الهدف يا مخرجنا، أعطينا الهدف الممتاز الذي كان بعد تصويبة نيلتو بترولينا، والهدف الممتاز. هنا اللقطة الذكية من هيلتون والتصويبة الرائعة جدا، الهدف موجود، الهدف موجود في الأولى، وأيضا هدف سليم إذا ما احتسبت في اللقطة الثانية. هدف أول تعاوني، يتقدم التعاون بهدف من هذا البرازيلي الممتاز.